اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نلتقي في حلقة جديدة من حلقات الحج شعائر ومشاعر على موجات راديو طبلبة. يصحبنا في هذه الحلقات مشكورا الأخ صلاح الدين العكريمي مرافق الحج ومؤطر. نتشرف بك سي صلاح، مرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة. نواصل مع بعضنا إن شاء الله تقديم ما ينفع ويفيد إخواننا قاصدي بيت الله الحرام. كنا تحدثنا في الحلقات السابقة عن مقاصد الحج، أجر الحج، ثواب الحج، منزلة الحج عند الله سبحانه وتعالى، ثم أداب الحج التي يجب أن يلتزم بها الحاج أثناء أدائه للمناسك، ثم في رحلة الحج بصفة عامة. تحدثنا أيضا عن الإحرام وعلى أنواع النسك وعلى محظورات الإحرام وعلى الآداب والسنن المتعلقة بالإحرام. اليوم نواصل إن شاء الله تعالى في الحديث عن بقية المناسك، ونبدأها اليوم بحول الله تعالى حديثنا حول طواف القدوم، وهو أول شيء يفعله الحاج عند وصوله إلى مكة المكرمة. لكن قبل البداية وقبل الحديث عن الطواف، هناك بعض الأشياء تتعلق بمسألة السكن، بمسألة الفنادق، وخير من يحدثنا على هذا الأمر هو سي صلاح. لو تتكرم وتتفضل وتعطي بعض النصائح والتوجيهات لإخواننا الحجاج. بارك الله فيك أخ مراد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا رحلة الحاج هي رحلة عبودية، نعم، ولكن أيضا معها أمور تنظيمية يجب أن يلتزم بها الحاج حتى تتيسر هذه الرحلة. ننبه دائما ونركز أنه ثم مواعيد معينة تضبط للحاج، وقت يبدأ في المدينة المنورة متوجها إلى مكة المكرمة، الجزء الأول هذا ما جماعة نقول احنا الرد الأول، ثم ورقة تتعلق في بهو الفندق فيها تنظيم الرحلة، متى يتم تنزيل العفش يسموه هما نقصد به الباجاج، ساعة بالضبط متى يتم تنزيل العفش، ومتى يتم دخول الحافلات، ومتى يتم الالتحاق في الحافلات. ما ننبه لأخينا الحاج الفاضل، أختنا الحاجة بارك الله فيهم، راهي المواعيد هذه راهي ماهيش مواعيد اعتباطية، راهي مواعيد تحددها وزارة الحج السعودية، يجب على الحاج أن يلتزم بها وأن ينضبط لها. ما ثماش مجال راهو باش ما تهبطش الباجاج بتاعك في الساعة المضبوطة، راهو الشاحنة اللي تبعثها وزارة الحج من أجل حمل متاع الحجيج عندها توقيت معين يجب أن تغادر. الحافلات عندما يقال 10 متاع الصباح تكون أمام الفندق والمغادرة نص نهار، رأوا لا ينفع معها أن الحاج يقول والله ما زرتش ولا ناقص قضية ولا كذا. نص نهار بالضبط يسحب جواز الحاج الذي لم يلتحق بتلك الحافلة وتسير الحافلات، يعني تخرج للمدينة. ما هوش أمر اختياري. أنتم أحياناً تفاجؤون بحرص المرافقين اللي معاكم والإطار الديني اللي معاكم، بارك الله فيكم في الموعد، بارك الله فيك كذا كذا، ما كنتمش فاهمين. راهي إزارة الحج تدخل بالمئات حافلة للبعثات الكل، تعطيها وقت من 10 نص نهار، يلتحق الحجيج في الحافلة من بعد يخرجوها. إذا كان حاج يتخلف بسبب شيء يقضي في قضية، بسبب شيء يجدد في وضوء، بسبب شيء يكمل في زيارة، بسبب يعمل في وداع ولست أدري ماذا، الحافلة تخرج لزاما في الوقت، خاطر باش يدخل 100 حافلة أخرى بتاع بعثات أخرين. هذه اللي انتبهوا لها بارك الله فيكم. وقلي احنا انتهينا في الحلقة الفارطة أنه بعد ما أحرم الحاج في أبيار علي أو في الطائرة عند الوصول إلى رابغ وشرع في التلبية وهو أول واجبات، ثم ينزل في المطار بتاع جدة. قلنا سنة ثم تجربة جديدة اللي هي طريق مكة، اللي بإذن الله السميع العليم ما كونش بتشد الصف لا في مطار المدينة ولا في مطار جدة، من الطائرة تلتحقون مباشرة بالحافلات مباشرة إلى الفنادق. عندما تصلون إلى الفنادق
هذه زاد نبه حاجه. انت كان تشوف الحوايج اللي قصيت في تونس، اعطوك ورقه فيها صورتك، واحده مكتوب عليها وسط السكن في مكه، والاخرى مكتوب عليها وسط السكن في المدينه. الحاج يقصهم على اثنين، وسط السكن في المدينه، وقت يوصل المدينه يمدها للمرافق اللي معاه. انت باش تسكن مع اربعه من الناس، انت وسي مراد وسي محمد وسي علاء، تاخذ ورقه سي مراد ورقه سي محمد ورقه سي علاء، شخص وحيد يمدهم للمرافق يقول له هذوما احنا الاربعه في غرفه وحيده. اذا كان معاكم الحريم النساء متاعكم، تقدم الاربعه متاع الرجال والاربعه متاع النساء، ياخذهم المرافق ويسلمك المفاتح مباشره. ما لا سي صلاح تسمح لي نوصي وحجاجنا الميامين انهم من هوني من تونس يختاروا بعضهم، الناس اللي يكونوا اقرب في الاخلاق في العادات، اللي يصبروا على بعضهم، اللي يعديوا لبعضهم، اللي يعرفوا اخلاق بعضهم، باش يسكنوا مع بعضهم في نفس الغرفه. بارك الله فيك، هذه توصيه مهمه جدا، انه لابد انه من هنا تبدوا محذرين ارواحكم، عارفين مع شكون باش تسكنوا، وتاخذوا وصل السكن نتاع المدينه مكتوب عليه، اخزرهم الورقه هذيك البيضة نتاع شركه الخدمات الاقامات والخدمات الاقامات، اخزرها ستلقاها مكتوب عليها وصل السكن في المدينه، والاخرى مكتوب عليها وصل السكن في مكه، في المدينه ناحيه نتاع المدينه، واعطوهم للمرافق في مكه. وقلي احنا قلنا تو بعد طواف بعد الاحرام، كي باش ندخل مكه نفس الشيء، من الباص من الكار ناخذوا نفس المجموعه اللي مع بعضنا اربعه واربعه، نادوا المرافق هو باش يتصل بكم، نقول له احنا هذه الاربعه نتاعنا وهذوما الاربعه نتاعنا. وقت نوصلوا لمكه، وقت نبدا انا مسلم وسط السكن نتاعي اموري منظمه، المرافق راهو في ظرف دقيقه دقيقتين ربع ساعه كان طارت يمشي يجيب لكم المفاتح نتاعكم. تاخذ المفاتح ما تسالش على الباجاج نتاعك، الباجاج راهم يطلعوه الخدامه للليتاج اللي انت فيه فقط. راهو ثم ديما شويه نتاع توتر بحكم خمسه سوايع نتاع سفر، وبحكم انسان عنده رهبه على المكان، وبحكم انسان يبدا خايف وكذا، واحيانا الوقت توصل له وقت متاخر وناقص نوم. رجاء نخلي روحكم مرتاحين، مبعد على كل اسباب التوتر، اطلع للغرفه نتاعك، افتح الغرفه نتاعك، فتش على الباجاج نتاعك في عقلك، راهو ماهوش باش يضيع، مستحيل راهو مش باش يضيع، عندك كل الضمانات، المرافق نتاعك يهبط الباجاج نتاعك، يمشي في شاحنه، الرقم نتاع الشوفير راهو عندنا، ومعاه مرافق يتبعه، ويوصل لغادي يتم تنزيله ويطلعوه الليتاج نتاعك، خلي روحك مرتاح باش تنجم تقوم بالمناسك نتاعك وانت في راحة بال وانت على استعداد كامل. ما اول شيء سي صلاح هو انه الحاج اول ما يوصل للفندق يكون شغله هو انه ياخذ الغرفة اول شيء مع المجموعة اللي هو يتفاهم معها ونسقوا مع بعضهم من قبل، ثم يصعد للغرفة ويرتاح وتبش نتاعه وحقائبه ما عندهم من يمشيه، يهبط بعد في عقله ويلقى حقائبه وما لقاهمش في الريسبسيون في الاستقبال اللوطة باش يلقاهم في الإطاق الأول، وإن شاء الله يكونوا هما كما قلت سيادتك بالنسبة للعملة اللي في النزل والفنادق هما اللي يوصلها لكل حاج عند الطابق اللي هو فيه، وإذا قدر ربي وما لقاش فليجته يلقاها إن شاء الله في الاستقبال بحول الله تعالى. هوني نوصيه حجاجنا الميامين إنهم يجعلوا علامات لكل حقيبة من حقائبهم باش يسهل عليهم العثور عليها. ونركز ديما آخر توصية نقولها بالنسبة قبل ما نبدو في المناسك، الفلوس الدواء والوثائق ما يتحطوش في الباجاج، الفلوس والذهب والوثائق والدواء هذه ديما في الحقيبة المحمولة في يديك سواء كان رجل أو امرأة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. إذا نمر الآن إلى طواف القدوم، وهو أول منسك باش يقوم به الحاج عند وصوله إلى مكة المكرمة، هو طواف قدوم بالنسبة للحاج المفرد وبالنسبة للحاج القارن، أما بالنسبة للحاج المتمتع فهو طواف العمرة. والطواف بصفة عامة كله سواء كان طواف قدوم، طواف إفاضة، طواف وداع، طواف سنة مندوب، نافلة، كل الطواف بنفس الشكل وبنفس الصيغة وبنفس السنن وبنفس المستحبات اللي فيه. إذن نبدأ بالطواف القدوم مع الحجيج الميامين. إن شاء الله نطمنوا حجاجنا الميامين إنهم باش يرافقوهم المرافقين والمرشدين الدينيين، وباش يخرجوا في مجموعات مؤطرين، هم اللي يقولوا لهم الأدعية، وهم اللي يحيطوا بهم، وهم اللي يوصلوهم ويطوفوا بهم ويرجعوا بهم، فما يحملش الحاج أي هم في هذه المسائل باش يلقى كل العون وكل المساعدة. أهم شيء
هو الانضباط لتعليمات المرشدين الدينيين والمرافقين اللي معاهم في الحج. فأول ما يصل الحاج إن شاء الله تعالى إلى الحرم باش يستقبل الكعبة فيقول الدعاء، وإن شاء الله المرشدين هم باش يلقنوهم الأدعية هذه، اللهم زد هذا، يكبر ثلاثا ثم يقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. ثم يبدأ الطواف من الحجر الأسود. إحنا اليوم عندنا مسألة سنية استلام الحجر الأسود وتقبيل الحجر الأسود، لكن ننصح خياننا لأن إحنا عايننا واقع الحج في الحجرة، واستلام الحجر الأسود يصبح يعني شبه مستحيل، خاصة وأن الحاج في مجموعة كبيرة، فما يعرضش الإنسان نفسه للضياع وما يعرضش الإنسان نفسه للإذاية، كذلك لا يؤذي غيره باش يقبل الحجر الأسود يبدأ يعفس في الناس ولا يزاحم في الناس ولا يعرض نفسه هو للإذاية، وخاصة النساء ننصحوهم باش يطوفوا ويلتزموا بتعليمات المرشدين ويطوفوا كلهم مع بعضهم في المكان اللي يحدوهم المرشدين الدينيين وما يخرجوش عن المجموعة. إذن يبدأ الطواف من الحجر الأسود. ومن السنن أيضا إنه الحاج إذا وصل للركن اليماني يستلمه بيده اليمنى ويكبر، إذا ما استطاعش لا شيء عليه، يبدأ الطواف 7 أشواط، وإذا كمل الحاج الطواف يصلي ركعتين خلف المقام. لكن كيف نقوله خلف المقام؟ راه أي مكان خلف المقام يعتبر خلف المقام، وإذا ما استطاعش الحاج أن يصلي الركعتين هذوما خلف المقام يصليهم في أي مكان يجد فيه سعة في الحرم. ومن السنة أن يصلي الركعتين، في الركعة الأولى يقرأ الفاتحة وسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص، ويكثر الحاج من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعو بكل ما في نفسه، مش بالضرورة بشد كتاب ويدعي، لا، ادعي باللي في قلبك اللي أنت تفكر فيه اللي أنت تكون صادق مع ربي سبحانه وتعالى فيه، فهو أدعى للإجابة. الطواف هذا يشترط فيه أنه أيضا يكون على طهارة، طهارة كبرى وطهارة صغرى. وعند المالكية إذا انتقض الوضوء على الحاج أنه يبدأ الطواف ويعاوده من البداية. عند المذاهب الأخرى فما تيسير، مش باش ندخلوا في التفاصيل هذه، ونلتزموا إحنا إن شاء الله ونكونوا حريصين أنه يكون طوافنا على طهارة. إذا طاف الحاج 7 أشواط بالصورة اللي قلناها يجعل البيت على يساره، ويكون حريص أنه أيضاً ما يدخلش الحجر إسماعيل، لأن الحجر إسماعيل من البيت، وإذا طاف ودخل الحجر إسماعيل هو بالضرورة باش يلقاه مسكر وما ينجمش يطوف فيه الحاج. لكن احنا ننبهوا للمسائل هذه. أيضاً يكون جسمه كله خارج الشاذروان وهو جدار قصير اللي محيط بالكعبة، فالإنسان يحاول أنه يكون جسمه الكل خارج عن المكان هذا ويطوف 7 أشواط، وإن شاء الله ربي يتقبل منه ويسهل له. وكما قلنا باش يلقى التأطير من الإخوة المرشدين ومن الإخوة المرافقين، وما همش باش يخليه وحده، فقط الأخ الحاج يلتزم وينضبط مع تعليماتهم ونصائحهم، وجزاكم الله خيرا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا